بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يسفتونك. طائفة البهرة اللي السيسي كرم السلطان بتاعها واداله أرفع الأوسمة وأتبعها لهم ترحيب كبير في مصر، ويسمح ليهم بتجديد العديد من المساجد، حتى بعض هذه المساجد مساجد أثرية زي مسجد السيدة نفيسة وغيره. فمن هي هذه الطائفة وما هي معتقداتها وإيه سر هذا الاهتمام الكبير بهذه الطائفة في مصر؟ نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك شيخ عصام. أهلا وسهلا بك أستاذ والمشاهدين الكرام. أهلا بك شيخ عصام. بداية يعني طائفة البهرة دي مين هم وإيه أفكارهم يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وطبعا طائفة البهرة هي طائفة من خرجت من رحم المذهب الشيعي أو الفرقة الشيعية أو الطائفة الشيعية، وهم يعني يعني يعرفون بالبهرة والطائفة المستعلية، وتنقسم إلى قسمين الداودية والسليمانية على حسب اختلاف يعني الخلفاء منهم. المنصب الديني عندهم أو الرئيس البهرة لا يكون إلا بالتعيين، ليس بالانتخاب طبعا. والرئيس الحالي يعين الرئيس الذي سيأتي، يعني رئيس الطائفة يأتي باختيار الرئيس السابق له. طبعا عندهم طبعا أفكار يعني تتحول إلى الأشبه الباطنية وال يعني مسألة الحلول أو الحلولية. يعني هما يرى أن مثلا الحج ده هو زيارة الإمام علي يكفي، يعني هو لا نحتاج لهذا الحج، وهكذا تفسيرات كثيرة باطنية. يعني الأزهر كان مش الأزهر دار الإفتاء في 18 فبراير 2014 كان سئل عن حكم زواج المسلم بامرأة من البهرة، والبهرة هي نسبة للتجارة البهرات أو التاجر على خلاف بين الأصل يعني. فأجابوا بأنه لا يجوز لأني هم فرقة ضالة، ويعني يعني قالوا كده خارج عن الدين الإسلامي، وأنه لا يحل لإنسان أن يتزوج منهم أو أن يأكل أكلهم أو العكس يعني. فأفتوا بذلك، دي فتوى دار الإفتاء طبعا يعني عن هذا الأمر. ولكن طبعا بعد هذه الفتوى بشهرين رئيس البهرة قابل السيسي وتبرع ب10 مليون لصندوق تحيا مصر، فأزيلت الفتوى تماما ولا وجود لها، في لها رقم ولها على المواقع ملخص كلمات بسيطة عنها، لكن فتوى دار الإفتاء لم تعد موجودة كما كانت من قبل. ده بخصوص مجمل طائفة البهرة. الأصل إن هم فيما هو ظاهر ابتعدوا عن السياسة ويهتمون بالتجارة، جاءوا إلى مصر في الستينيات ثم زاد نشاطهم في السبعينيات، عرضوا على السادات الرئيس المصري السابق تجديد مسجد الحاكم بأمر الله وتم الموافقة، ثم في عهد مبارك كانوا موجودين كنشاط سياحي وتجاري، كنا بنشوفهم في الجامع الأزهر لما كنا بندرس في كلية الدعوة، كان كلية الدعوة نظامها نظام الأزهري القديم، الشيخ على المقعد والطلبة على سجاد المسجد، فكنا بنرى ناس لابسين اللبس الباكستاني أو الهندي ونسأل عليه يقول لك دول الشيعة البهرة. كانوا دائما بيزوروا المسجد الأزهر ومسجد الإمام الحسين أكثر الزيارات فيه أكثر يعني. بعد ذلك عرفنا أن هي مسألة اللي عندهم الارتباط بالنسل سيدنا علي رضي الله عنه، ولكن هم يعني مسألة يعني مغالين في المسألة زيادة عن بعض الاراء الاخرى في سيدنا علي. يعني سر التكريم يا شيخ عصام هو مساله التبرعات، يعني تبرعوا مثلا ب 10 مليون او حطوا فلوس، فده سر ان هو الاهتمام بيهم، ولا في ام موضوع غير الفلوس يعني؟ لا لا، هو الفلوس اكتر يعني. هو طبعا مساله ناس جايه تقول لك هجدد لك مساجد اهل البيت، وما اعرفش هل في يعني ظهير اخر، انا بس اللي انا هذا ما اراه، ما عنديش تفاصيل في لماذا هذا الترحيب من السيسي بهذا الشكل لهم. وطبعا نظام السيسي طبيعي نظام اي حد بيدفع خلاص مع المساله بالنسبه لهم، وبالمناسبه اي نظام على وجه الارض اي حد هيدعم هيقول اتفضل، لكن هل اتفضل وراء اجنده ولا لا، شكلها ايه، نهايتها ايه، كل على حسب يعني اجنداتي السياسيه وخططه الاستراتيجيه والتكتيكيه في البلد. لكن ناس جايه تجدد مساجد اهل البيت اهلا وسهلا، واكيد طبعا اللي بيجدد دي شركات المكتب الهندسي
للقوات المسلحة، فأيضا العسكر والجيش منتفعين، فالمسألة منهم فيهم يعني زي ما يقولوا يعني، فمتحقق له مصالح لا يرى منها ضررا على حكمه. ودي ناس مش معنية بالسياسة ولا بنشر المذهب التشيع، لأن البهرة مش مذهب تبشيري، بمعنى إيه؟ إن هو لا يتزوج إلا من بعض، ولا يعتمد على إن حد جاء فتحول، لا هم يعني من نسلهم، فده في الغالب، على خلاف مذاهب أخرى زي الشيعة الإمامية، لا مذهب تبشيري يعني يدعو الناس إلى اعتناقه. أيضا البهرة أفكارهم ومعتقداتهم ليست فيها كتب منتشرة معروفة، كتاب كتابين وصعب أنك تجدهم أو أن تصل إليها، إنما الشيعة الإمامية وبيت الشيعة كتبها موجودة يعني منتشرة في على البي دي اف على النت، أو كتب مطبوعة موجودة بكثرة كثيرة جدا لمن يريد أن يطلع عليها. البهرة طبعا ملاحظ فترة الثورة وقبل الانقلاب خفت نشاطهم، بعد الانقلاب لا الكيرف علي مرة تانية، وبقى المسألة يعني أعلى وزاد، وشوفنا احنا كل يعني كل فترة لقاء لهم مع السيسي وافتتاح مسجد جديد، ولذلك أعطى السيسي رئيس البهرة قلادة النيل، وده أرفع وسام في مصر بيعطى لأحد يعني، فواضح ان المسألة يعني بيزنس أو تجارة شغالة أو مساندة مالية منهم في مساحات معينة. البهرة لهم مواقع تجارية أو محلات تجارية بيحققوا بها طبعا انتشار تجاري في مصر، ما عنديش طبعا وقوف على نسبته تحديدا، لكن اختلفوا في نسبة عدد البهرة الموجودين في مصر ما بين 750 إلى 2000 أو 3000 واحد، لكن طبعا نشاطهم الأخير الديني في مساجد آل البيت بدأ يزداد ويتضح ويراه الناس ويروا بعض آثاره. طب في نقطة هنا شيخ عظام، هل لهم علاقة بالفاطميين أو العبيديين اللي حكموا مصر في تاريخ قديما يعني؟ نعم، هم أصلا نشأتهم في عهد الفاطميين، والفاطميين اسم والأصل أن هم العبيديين مش الفاطميين، يعني هم سمى نسب الفاطميين لينتسبوا إلى السيدة فاطمة الزهراء، إنما الحقيقة لا، كانوا من العبيديين وليسوا الفاطميين كما قال الإمام السيوطي وعدد من المؤرخين المصريين في مصر الإسلامية في عهد المملوكيين والفاطميين يعني. طبعا هم يعني بدأ يعني ظهورهم أكثر يتضح بعد الحاكم بأمر الله، ويعني بعض الخلفاء الفاطميين الذين أتوا من بعده بدأ وجودهم يزداد ويتضح، ويبقى لهم وجود معروف ومشهور، لكن تمركزوا في الهند أكثر، وقل منهم أيضا في باكستان أيضا موجودين، ده معظم اشتهار ووجود البهرة. طيب مسألة تجديد المساجد، يعني حضرتك ذكرت موضوع أو الفتوى بتاعت دار الإفتاء حوالين عدم جواز زواج المسلم من هذه الطائفة، وطبعا الكلام ده يحمل في طياته ان هم اصلا خارج المله يعني، لكن السؤال يا شيخ عصام بقى مساله تجديد المساجد حتى بافتراض حتى غير البهره، يعني لو واحد غير مسلم وقرر ان هو يبني مسجد مثلا او يساهم في اعاده ترميم مسجد، هل الامر يعني شرعيا متاح؟ هو طبعا هذه مساله خلافيه في الوقف في الاسلام، هل يجوز وقف غير المسلم على المساجد؟ لان الفقهاء أجازوا وقف غير المسلم على المسلم أو على النشاط العام، يعني غير مسلم عمل وقف مثلا عن مركز تعليمي، جامعة، كلية، عمل خيري أجازوه، لكنهم اختلفوا في قضية وقف غير المسلم على المسجد أو وقف المسلم على دار عبادة الغير المسلم، هو ده موضع الخلاف بين الفقهاء، منهم من أجاز أن غير المسلم يوقف على المسجد، ومنهم من منع ورفض، الجمهور على الرفض ولكن الأحناف على الجواز، والراجح طبعا الجواز، إذا واحد يعني فعل ذلك خلاص لا مانع طبعا، لأنه هو الأصل الرفض، أنه هو ده عمل سبب رفض العلماء اللي قالوا الرفض، لأن قالوا الوقف ده عمل إسلامي والمسجد عمل عبادي، ليه أنا يعني أخذ من المسلم أو يعني أقبل منه ذلك وهو مش مطالب ببناء دار عبادة غير للمسلم، وده على خلاف عقيدته، ده السبب يعني. طب هل بقى يجوز البهرة وغيرهم؟ لأن طبعا فتوى دار الإفتاء بتتكلم فيما سئلت عنهم، لكن واضح من فتوى أنهم تعتبرهم
يعني فرقة منحرفة. وده موجود في الإسلام، في فرق كتير باسم الإسلام ولكن هو طبعا عند العقائد وارد أنه يصلي زي ما يصلي أو تشوفه بيعمل جامع، لكن اعتقاده في العقيدة نفسها زي ما لا مذاهب بتصلي صلاتنا لا خلاف إلا في فروع، لكن الاعتقاد بالأساس عنده لو رأى أن سيدنا علي والإله أو سيدنا علي رسول رضي الله عنه، فده طبعا خلاف كبير. ممكن يكون بيصلي ماشي وبعدين، لكن هو المسألة ده سبب اللي خلى فتوى دار الإفتاء ذهبت إلى عدم جواز النكاح من نسائهم، ما اعتبروهمش حتى أهل كتاب، اعتبروا أن هم لا فرقة يعني خارجة. طبعا دار الإفتاء لها فتواها وأسبابها، أنا مش بتكلم هنا على الرأي الذي يعني يعتنقون الجميع، بتكلم على بناء على فتوى دار الإفتاء. طيب هل واحد بهذا الاعتقاد لو تبرع، على الخلاف الدائر بين الفقهاء بين من يجيز ومن يمنع، فإذا أخذ السلطة في بلد كمصر بجواز ذلك أو أخذت لا مانع، لأن في رأي فقهي يجيز هذا الأمر. أي نعم. طيب أتحاج ذكرت بأن الدعوة بتاعتهم يعني دعوة غير تبشيرية ولا يتقبلوا يعني أعضاء جدد أو كلام من ده، مسألة السماح بوجود هذه الطائفة علنا وتكريمهم من أكبر رصف البلد والسماح بأن هم يعملوا مساجد أو يعني رمموا مساجد، هل ده ممكن يحمل في طياته نوع من أنواع سماح بنشر مثل هذه الأفكار؟ والله هل بنشر الأفكار أم لا أم لا، أنا يعني ما عنديش، الواحد بقاله فترة برا مصر ومش متواصل مع ناس أصحاب بحوث في هذا الميدان. يعني من قبل كان الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أيام ما كان الاتحاد بيبقى فيه شراكات في بين أعضائه والأمور دي، في مشاريع فيها اشتراكات للعدد من أعضائه، يعني اتعمل عمل علمي كان أشرف عليه عدد من العلماء عن التشيع في إفريقيا، وصدر تقرير كبير مجلد حوالي 700 صفحة منها التشيع في مصر وانتشار هذا التشيع. الآن لا أعرف بيانات أو معلومات على الأرض هل فعلا بيسعوا للتبشير، وده تقية، لأن التقية يعني مبدأ عند الشيعة، فهل ده بيستعملوه وإنه لا ما بنبشرش لكن بيبشروا، لا أعلم. إحنا أنا بقولك بس الكلام اللي مبني على معلومات. هل ده ممكن يؤثر؟ مش مستبعد، ما احنا يعني عندنا مثلا الديانة اليهودية، الديانة اليهودية ليست تبشيرية، يعني ما ينفعش النهاردة واحد عايز يسيب المسيحية يبقى يهودي او الاسلام يبقى يهودي او ملحد يبقى يهودي، ما ينفعش. ليه؟ لان اليهودية لابد تكون الام يهودية، لازم، فاليهودية ديانة غير تبشيرية. لكن كم المتعاطفين والمتصهينين والمطبعين قد ايه مع الصهاينه، مش اليهوديه بقى كديانه اللي هو احنا بنتكلم هنا عن الصهاينه، موجود كتير خلاص. فاذا ما نقدرش نقول اني والله البؤر ما تدعوش الى عمل تبشيري فيبقى ده ملوش اثر، يبقى في ما حدش بيعمل حاجه كده مجانا حتى لو كان حبا في اهل البيت. طب ما اهل البيت في كل حته جوامعهم، اشمعنى الجوامع المرتبطه بس؟ يعني اذا برضو في سبب، يعني انا مش واضح لي بالمناسبه عشان ما اكونش متجني، لكن الله اعلم به هل في علاقه اخرى، في اشياء، في اسباب، كل ده كلام لا يمكن ان يخلو من، والا ازاله الفتوى ده راي فتوى عن اللي هيتجوز من البهر مش عن البهره كلها حتى. ليه ازيل حذفت الفتوى؟ الامر الاخر حزب النور اللي كان قام الدكتور مرسي مجرد ما فتح السياحه للسياح الإيرانيين خرجوا بتوع حزب النور برهامي وشلته، ولا للتشيع لا للسماح للشيعة لا لمش عارف ايه. طب ايه رأي النهاردة حزب النور في البهرة اللي بيجددوا المساجد ومساجد فيها أضرحة، ورئيس السلطة نفسه بيستقبل ويفتتح لا رأي ولا فتوى ولا ما رفض ولا استجواب في مجلس الشعب من نوابهم؟ ما حصلش، صمت تام. ايه السبب؟ لان ده رأي السلطة. طب فين رأيك اللي معروف ان سلفية السلفية في هذا الملف بوجه عام وحزب النور بوجه خاص؟ طب في المسائل دي يعني يقول لك دون خرط القتاد، لا ده خط احمر. بعدين بعد ما مشي الدكتور مرسي مش محصل اي خط ولا حتى خط قلم رصاص يتمسح بلاستيك. فاذا هذا الصمت ايضا والدعم من السلطة بهذا الشكل
وإسكات كل من كان ضد هذا الأمر. لا، مسألة واضحة أنها في حلف، في شيء معين، ما هو ما عنديش تفاصيله يعني. جزاك الله خيرا شيخ عصام. إن شاء الله ندخل في الأسئلة بإذن الله، ونتلقى أيضا الاتصالات الهاتفية من السادة المشاهدين. السؤال الأول من أختي سائلة بتقول إن هي يعني كانت علاقتها بحماتها كويسة جدا، وكانوا بيزوروا بعض وكده، لكن حصل مشكلة بينها وبين حماتها، فهي قطعت حماتها وما عادتش بتزورها. سؤال الأخت السائلة، هل هي كده عليها ذنب، تعتبر قطعة للرحم، ولا ما عليهاش ذنب؟ يعني قطعت حماتها ليه؟ هي بتقول إن حصل بينهم مشاكل، يعني حددتش التفاصيل يعني. فليكن المشاكل ده مش معناه القطيعة. هل لما يحصل بينها وبين أمها مشاكل بتقطعها، أو لو زوجها اختلف مع أمها هل وقاطع أمها هي بتقبل؟ لا، بترفض. طب مش معنى أم الزوج، ما أم الزوج هي أمك زي أمك، نفس المكانة. طب مشاكل ومال المشاكل مش معناها القطيعة. المشاكل نزعل من بعض شوية، لكن لا، القطيعة لا تحل شرعا. إذا كان الحديث لا يحل المسلمين أن يهجرها خوف فوق 3 ليال، فما أولى بالأم اللي هي أم الزوج، اللي هي مكانة الأم بالضبط، ما فيش فيها فرق يعني. لا يحل لها هذه القطيعة. أي نعم. طيب، في أخت سائلة برضو بتسأل على موضوع الخلافات الزوجية، بتقول إن زوجها بياخد كل القرارات الخاصة بيها يعني في حياتها، حتى مثلا بتعوز إنها تشتري أي شيء بيتدخل فيها، وأحيانا بيرفض إنها تشتري بعض الحاجات اللي هي عايزها. سؤال الأخت السائلة، هل تسمع كلامه ولا تشتري من وراه حسب سؤالها يعني؟ لا، يعني المفروض لو الحاجات ضرات الحياة واختياراتها ما يجبرش، مدام الأشياء ليست في شيء يخالف الشرع. يعني أشياء محتاجها في لبس، في حاجات للبيت، حاجات ضرات الحياة، حاجات لو يعني إلا لو في حاجات تحتاج إلى إن المشاورة مشاركة معاه في الرأي ماشي، إنما كل شيء أرفضه لابد في سبب هنا، ما هو مش قاعد بيرفض لعيلة الرفض. طيب هتجيبها من مالها، معناها تطلب حاجات متعلقة بها شخصية خارج ما هي من حقوقها، وإلا لو من حقها يبقى السؤال لا، هل من حقه يمنعني من حقوقي؟ لا، مش من حقه يمنعك من حقوقك. طب حاجات فاضلة عن الأشياء وليست من حقها، لكن مثلا إثقال عليه فرفض فجابتها بدون علمه، إذا كان ذلك لا يدخل في صلاحياتي كزوج، خلاص هي حرة تجيب. واحدة عندها مرتبها جابت بيها أشياء معينة خاصة تصدقت بها، عملت فعلت فعلت ما فعلت، هي حرة، ما دام ده لا يتعارض مع علاقتي أنا كزوج أو أمور كزوج، إلا الأشياء المتعارضة في هذا الأمر. أي نعم. معنا عبد القادر من مصر. عبد القادر اتفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ عصام؟ الشيخ سمعك اتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. لو سمحت يا شيخنا أنا لي سؤالين. السؤال الأول، إحنا كان عندنا حتة أرض زراعية حوالي 13 فدان، كان أبويا وعمامي الله يرحمهم واخدينهم من راجل من الناس بتوع مصر اللي بيقول عليهم الخواجات إيجار، الإيجار القديم. لما طلع القانون الجديد بدأوا هم توفوا وإحنا أولاده، إحنا أنا عندي 70 سنة يعني، كلنا الحمد لله خريج جامعة ومتعلمين، فبدأنا نعمل معايا عقد إيجار لمدة 3 سنين لغاية السنة اللي فاتت دي، قال أنا عايز أبيع الأرض. فلي ابن عمي كنا احنا موكلين واحد يعني، وقايلين للراجل نفسه يعني، انا لما طلبت ان نعمل عقد الايجار بجزء من الارض اللي معايا، قال لي لا هو واحد بس وانتوا قسموها مع بعض زي ما انتوا عايزين. فابن عمي اللي هو ماسك الموضوع ده، الراجل قال له انا عايز ابيع الارض، قال له ماشي، طب انت هتراضي الناس؟ قال له اه هراضيهم. قال له طب بكام؟ قال له بكام يعني؟ قال له ب8000 مثلا على الايجار. قال له لا خليها 5. قال له طب خلاص خليها 7، ووافق الراجل على كده. والأرض دي على فكرة معانا بقالها أكتر من 80 سنة أو 70 سنة. تمام. يعني من أكبر من عمري. فهل يحق لينا أن احنا ناخد الفلوس دي مع أنه هو وافق وارتضى هو ابن عم اللي هو الإيجار باسمه؟ طيب، سؤال الثاني، يعني الفلوس دي تبقى حلال؟ تمام. ولا فيها شبهة ولا إيه؟ طيب، سؤالك الثاني. وفي سؤال تاني بس ما يتجاوب على السؤال ده. طيب خلاص، تمام. شيخ عصام، مسألة الفلوس اللي بيدفعها المالك للمستأجر إيجار قديم عشان يطلع أو يسيب المحل، يعني هل الفلوس دي حلال أم حرام؟ ما هو يعني طبعا موضع خلاف، في ناس تقول لك لا إن دخله والرجل ده لا يحله شرعا، إلا لو أنت دافع مقدم، والمقدم وليت دافعه ده لم ينتهي. في ناس بيبقى مأجرة شقة مثلا، فدافع مقدم والمقدم ده لما أجر مخلص فخد الباقي، يبقى لك يعني في ناس قالوا لا ياخد ما تبقى، في ناس أجازوا إذا كان بالتراضي دون
الضغط ان سواء ادالك او ما ادكش انت مش من حقك اصلا يعني، لان في النهايه انت انتفعت بالارض وهو خد منك الايجار، الارض ارض وهو حر يبيعها ويعمل. القانون جائر وظالم ولم يكن عادلا. فالاصل ان انتوا الامر اذا جاء منه عن طيب خاطر لا مال، لكن يبقى نيتكم ان هو اداكم او لم يعطيكم ستتركون له الارض. ده وجهه نظر الشخصيه، لاني انتوا سنوات انتفعتوا بالارض والقانون كان بيحدد الايجار بشكل معين. احيانا كتير من الناس اتظلم في هذه المساله فبيبقى ظلم كمان ثم يعني يمنع من بيعها. لا يعني طبعا ده لا ضرر ولا ضرار في هذه الحاله. فاذا الامر في الاصل لا، ليس لهم حق في هذا المال الا اذا اعطاهم صاحب الارض عن طيب خاطر، وتبقى المساله يسترضوا فيها انه راضي عن ذلك. لا لو مجبر لا ملوش داعي ان احنا ناخد ما لا نستحق. اي نعم. سؤالك الثاني اخ عبد القادر. النقطه هي مش كده يعني، هي الارض احنا عملنا عقد ايجار معاه لمده 3 سنين، يخلصوا نجددهم تاني، وهو لو طلب منا الارض وقال انا عايزها ومش هديكوا فلوس هنديها له، بس هو ابن عمي ده بيقول له هل هتراضي الناس؟ قال له اه هراضيهم. بكام؟ قال له مبلغ معين. تمام. قال له طب ما تخليها كذا؟ قال له ماشي. طيب يعني في تراضي من الراجل نفسه راضي عن المبلغ؟ في تراضي اه، بس مش هو مش حكايه ايجار قديم وهو لا، هو ده اللي بيعتبر ايجار جديد بقى، لان القانون فك الموضوع ده وهو تمام. بيدينا عقد ايجار 3 سنين يخلصوا يدينا 3 سنين تاني. طيب ما هو الدكتور عصام موضح لك ان يعني ايه، طالما الاخ نفسه راضي عن المبلغ فان شاء الله ما فيش مشكله. مش كده يا شيخ عصام ولا في تعليق عن حضرتك؟ نعم. تمام. طيب سؤالك الثاني يا عبد القادر. السؤال الثاني، الارض دي لما الوالد توفى الله يرحمه وانا اللي قمت بزراعتها وكده، لما بسال احنا طبعا ورثنا الارض الزراعيه بعد الوالد ما توفى الله يرحمه، البنات خدوا الملك، هي فيها ارض ملك والايجار، فخدوا في الملك. انا لما بسال شيخ من عندنا بيصلي بينا في الجامع، اخواتي لهم حق في الورثة، قال لي لا الارض للي يزرعها، انت تزرعها بقى، انت تاخدها اخوك يزرع او ياخدها، لكن هم ما لهمش حق في انك تورثهم في الارض دي. هل هذا صحيح؟ واذا كنت انا مثلا كنت كل سنه مثلا احنا بنزرع مثلا قمح، اديهم كل واحد شويه، بنزرع ذره يعني كهدايا، وهي الارض اصلا في الاول ما كانتش بتجيب، يا دوب يعني على قد الايجارات. طب يعني الارض دي يا اخ عبد القادر، مستلزمات الانتاج كانت غاليه. الارض دي انت خدتوها بوضع اليد واصبحت ملك في عهد والدكم ولا؟ لا لا لا، ده الملك اللي انا بتكلم عليه ملك احنا شاريينه. انتوا شاريينه؟ انتوا شاريينه انتوا بفلوسكم مش الوالد. هي ارض ايجار اللي انا سالت السؤال عليها، معاها ارض ملك احنا شارينا من الناس دي، من اصحاب الارض. تمام. فانا لما الوالد توفى قسمنا الملك خلاص. اوكي، الولد والبنت كل واحد خد حقه. حلو. جينا للايجار، الشيخ اللي انا سالته قال اللي يزرع الارض هو اللي ياخد ريعها. فهل هذا صحيح؟ طيب اتفضل يا حسام. واذا كان غير صحيح اعمل ايه في الفتره بقى لنا 10 سنين على كده؟ طيب اتفضل يا شيخ حسام. معلش، السؤال كان الارض الملك اللي هي بتاعه الاب، هذا ارث. وده طيب تم توزيعه. ماشي. الارض الايجار خدها كل الذكور بس ولا بعض الذكور؟ الارض الايجار، هو الاخ بيسال على مساله اللي بيطلع منها المحصول والكلام ده، ما كانش بيدوا منه الحاجه للبنات يعني، على اساس ان هم اللي بيزرعوه الاولاد. انا فاهم بس هو السؤال، الارض دي اللي للايجار اي حد ياجر ويدفع هياخدها ولا ده واخدينها لعله ان هي حق انتفاع بسبب ابوهم؟ اخ عبد القادر سامعني؟ ايه اللي هيفرق؟ مش حق انتفاع، هي الارض الراجل سايبها لنا اجار على الراجل المقيم في القاهره واحنا اللي قاعدين، فاحنا بنزرع الارض ونديله اجارها بس بسعر اقل. لو انتوا لو انتوا مش ابناء ابوكم، مستاجر عادي، اي حد كان ممكن ياجر الارض ولا انتوا مش هينفع ياجرها الا اولاد المرحوم ده بسببه؟ لا، ما ينفعش تروح لحد الا اولاد المرحوم ده. لان احنا اللي زرعناها، إيه؟ ولو راجل قال انا هاخدها نقول له خدها اهي، بس هو الراجل مش طيب خلاص خلاص وصلت الاجابه. هو يعني شيخ عصام هو قال ان ما ينفعش ياجرها، الراجل واثق فينا فبيديهاش لحد. تمام. طيب خلاص ياجرها لنا احنا، انما لو قال انا هاخدها. وضحت يا اخ عبد القادر، وضحت، اسمع الاجابه، اتفضل يا شيخ عصام. انا المقصود اللي اقصده، لان في قوانين بتقول ان الشقه دي ما يسكنهاش الا فلان او اولاده، يبقى لما يجي واحد ياخدها دون اخواته معناه انتفع لوحده، لازم اخواته يسامحوه، انما لا، الشقه ما دام مات اللي ماجرها اي حد يجي ياجر،
فهم الأولاد أن تروح حد من الأولاد ده بقى ما فيش فيها حق انتفاع ولا استفادة أبدا، ده مستأجر دفع الأجرة، البنات ما لاش حاجة ولا الأولاد ليه اللي أجر. إنما لو هو لن يحق له الانتفاع بهذه الأرض بهذا السعر أو بهذه الخدمة إلا لأنه أحد الورثة، يبقى إذن لعلة الإرث مش لعلة الاستئجار. لو لعلة الاستئجار مستأجر زي حد، البلد مش حاجة بهذا وحر، ولا أخواته اللي أجر دفع الإيجار. ده الفرق، إذا كان مرهونا بأنه انتفاع لعلة أو ابناء أو ورثة المرحوم فلان، ولو أي وهم لو حد جاي غريب يحقهم قانونا يمنعوه، ده اسمه استحقاق قانوني، دي قصة تانية. لو ده استحقاق يبقى لازم يستأذنوا اخواتهم البنات او ان يتنازلوا لهم عن هذا الانتفاع. طب لا ما لهمش هذا الحق، خلاص حقكم انتوا تماما الايجار وليس للبنات في شيء الا في الملك اللي هو الورث. اي نعم، جزاك الله خيرا شيخ عصام. اخ سائل بيقول ان هم يعني اسرته ثلاث ذكور وبنتين ورثوا بيت، البيت كان الدور الارضي والدهم هو اللي بناه وهو اللي شطبه، وبعد كده كل ولد من الأولاد الذكور بنى لنفسه شقة وشطبها. سؤال الأخ السائل بيقول إن الشقة الأرضية اللي هي الوالد بناها كانت البنات أخذوها، يعني موجودة للبنات، فالبنات كانوا عايزين ياخدوها لنفسهم فقط دون أن ياخد فيها الأولاد أي شيء. الأولاد طلبوا إن هم إن الشقة دي تقسم على الجميع، فرفع البنات دعوة على أساس إن البيت كله يتم تقسيمه، مع العلم إن الأولاد معهمش أي أوراق تثبت حقهم في الشقة اللي هم بنوها. يعني سؤال الأخ السائل، إيه اللي يعملوه في هذا الوضع؟ أخطأت البنات وأخطأ الأبناء. الأصل إن الأمر لا يسري هكذا، الأصل إن الأمر تأتي لجنة محكمة خبيرة بالبناء وقيمته، واحد تقدر قيمة ما بناه الأب، لأنه ده الأصل إن الأرض والبنى بتاع الدور الأرضي ده إرث للجميع. طب الشقة اللي فوق بنت للأولاد تقيم قيمة ما دفعه الأبناء للأو بقيم البيت تقييم كله على بعضه، يتقيم بكام؟ بمليون. طب من غير الدور اللي بنى الأدوار اللي بناها الأولاد يساوي كام؟ هيساوي كذا. بقيم اللي بناه الأولاد واخصمه، ده حقهم بتاعهم، ثم أخصم حق الانتفاع مدة السنوات اللي هم انتفعوا بأرض، لأن الشقة دي ما بنتش في الهوى، وأنا ما عنديش أرض أبني في أبني منين، فأنت بنيت على كيان موجود. هو ده المطلوب، لجنة بتقيم وبتقسم وبتخصم ما هو مستحق للأولاد خارج الإرث، وبقية البيت كاملا بيت ما يتبقى يقسم على الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما الأولاد خدوا ثلاث شقق فوق والبنات خدوا شقتين تحت، لا كده أصبح الولاد خدوا جهدهم بس لوحدهم وجزء من جهد الأب، والبنات خدوا جهد الأب صافي. طب ده ما يصحش، هم أصلا شركاء فيها لأن الأب أبو الكل. أي نعم، جزاك الله خيرا شيخ عصام. في أخت سائلة معنا، الأخت زينب عفوا من مصر. أخت زينب اتفضلي. أستاذة زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ أهلا بيكي، الحمد لله. إزيك يا شيخ عصام؟ يا مرحبا فندم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. انا والدي توفى من فتره وساب ورث لينا، فساب هو عايش، قال ان في محل من المحلات دي هيكون ايجاره ليا انا بس. والدي للامانه لا قال لي هو عايش ولا بعد وفاته، فعشان انا ليا ظروف معينه ان انا مش شغاله، واخواتي اللهم لك الحمد يعني كل واحد شغال، فابويا بيعمل كده مساعده منه ليا. فوالدي توفى، فبعد كده اخواتي عملوا قرعه للمحلات، فكل واحد فيهم اخذ محل، فاخويا واحد من اخواتي اخذ المحل اللي هو مؤجر ده اللي هو والدي كان موصي بيه. فوالدي برضو كان موصي بمحل ليا انا واختي هناخده يعني بعد وفاته، محدد محل معين. فهل ليا انا الحق ان اخذ الايجار ولا ماخدوش؟ انا اخذته شهر واحد بعد وفاه والدي، فعايز اعرف هل الايجار ده يحق ليا ولا ما يحقش؟ وبعد وفاة والدي الله يرحمه رحمة واسعة، أتمنى أن أنتوا تدعوا الوالدي بالرحمة إن شاء الله كل الأموات. ربنا يرحمه إن شاء الله. طيب أخت زينب معلش، الوالد لما قالك أن أنت تاخدي الإيجار المحل ده، يعني كانت كان الموضوع يعني بشكل وصية ولا بشكل هبة مثلا ولا مساعدة، ولا يعني إيه اللي فهمتيه من كلام الوالد؟ لا أنا فهمت أنه كان بيساعدني.
لكن ما وصلش ما غيرش مثلا بعد موتي ولا انا وعايش بس، فانا بسال على كده. طيب خلاص شيخ عصام خليكي معنا يا اخت زينب، تفضل شيخ عصام. ماشي. لا هو طبعا الاب اذا ساعد بنتا من بناته او ابنا من ابنائه عند الاحتياج خلاص ده حقه، يعني ما دام هو طول حياته عادل بين الاولاد والبنات في هذه المساله عند الاحتياج. اذا مات الاب وتركت تركة تقسم على الجميع حسب الأنصبة التي حددها الشرع الحنيف. ده وصى لا وصية لوارث، مدام واحد بيورث ملوش وصية خلاص، لا لا ليس لأحد أن يمتاز عن التاني في حاجة، الكل سواسية فيما اللي في الدرجة الواحدة، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين خلاص، كل واحد بياخد نصيبه في الميراث. أي نعم، جزاك الله خيرا شيخ حسن. الأخ سائل بيقول إن هو متزوج وإن هو كل طلبات البيت يعني بيجيبها، ولكن بيقول إن زوجته معاها مبلغ من المال حطاه في بنك ربوي يعني مش إسلامي، وبتشتري بالفوائد فوائد البنك طلبات ليها زيادة عن اللي هو بيجيبه. الأخ السائل بيقول إن هو حاول يقنعها يعني بحرمة الفوائد لكنها لم تقتنع، فهو لا يستخدم اللي هي بتشتريه من هذه الأموال، ولكن بيسأل سؤاله هل هي اللي بتعمله ده يعني حرام أو حلال وماذا يفعل؟ ما دامت وضعت أموالها في بنك ربوي وهو يعلم أنها بنك ربوي وأن هذا المال فائدة محرمة، طبعا تأثم أملك أنا كزوج طبعا أمنعها، لأني من رأى منكم منكرا في الغرب بيدي، يعني تملك اليد هنا يعني لا تملك السلطة، لو سمحت لا هذا المال حرام لن نقبل، لا يدخل بيتي ولا عايزه ولا هي، يعني لو شاف زوجته دي بتعمل شيء محرم هل سيصمت؟ لا سيمنع، وهي لو شافته بيعمل شيء محرم أو ستمنعه بما تستطيع، مش طبعا مش بالعنف إنما بقوة القانون أو السلطة التي له عليها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأولى أن يمنع عن ذلك وأن ينصحها بالابتعاد عن هذا الأمر المحرم. أي نعم. الأخ عبده من مصر، عبده تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني، لو أنا واقف في الصف الأولاني وطلعت ريح ورميني كذا صف وحجزيني أن أنا أخرج أعمل إيه؟ ده السؤال الأولاني. تمام. السؤال الثاني؟ في الصف الأولاني. السؤال الثاني، أنا مسافر برا وعملت لأختي توكيل عام عشان كان في مؤامرات من ناحية والدتي الله يرحمها. تمام. وكان عندي شقة راحت واخده التوكيل بتاعي اللي انا عامله لها، راحت واخده شقتي باعها لابنها. دي في اختي شقتي يعني. ورغم كده انا لما كنت بتتعب كنت بجيبها في ايطاليا اعمل لها العمليه، وولادها كنت على طول بعمل لهم هدايات. والشقه دي كمان انا قلت لها، قالت لي انا عايزه ابني هيتجوز فيها 6 أشهر، سبتها له كذا سنه. فجيت نزلت اجازه عشان الشقه ابيعها، لقيتها باعها لابنها. حاولت معها بالتراضي بكل حاجة ما امكنش، ولما قلت لها انتوا كده بتسرقوا، قالت لي راح ابنها عندها ابن محامي راح رفع عليا قضية سب وقصف وعايز يجيب لي حكم، يعني سرقوني وخدوا شقة بنص مليون جنيه وكمان رفعوا عليا قضية. فأنا كنت عايز أسأل الشيخ، هل أنا لو عملت لهم لو عملت لها حاجة يعني ظلموني ظلم جامد، فأنا هيما في دماغي أن أنا أروح يعني أخلص عليها من الآخر كده. عايز سؤال الشيخ، رد بتاع الشيخ في الموضوع ده. طيب تسمع. شكرا يا أخ عبد، إن شاء الله وطبعا يعني الحلم والصبر بإذن الله. شيخ حسام تفضل. السؤال الأول طبعا تفضل. إيه السؤال؟ يعني نبدأ بالنقطة الثانية شيخ حسام، يعني وظيفتك أو رسالتك للأخ السائل، يعني تخش نبدأ بالقتل يعني. ماشي تفضل. تفضل شيخ حسام. يعني هو بالعقل الاخ الكريم داخل يسال واحد شيخ في انه عايز يقتل اخته؟ طب هيجاوب ايه الشيخ يعني؟ ما طبيعي القتل لا يجوز شرعا، حرام شرعا. ليه قاتل حد؟ اصل سرق مني شقه. طب ما تاخدها بالقانون بناس تحل تعمل. فهل انا اوجيز؟ اذا كنت انا لا استطيع ان انا اوجيز انك تقتل حد غريب، اقول لك اقتل اختك؟ يعني لا ده يجوز ولا ده يجوز، حرام، الاثنين حرام من اكبر الكبائر. أي نعم. طيب بالنسبة لمسألة السؤال الأول شيخ عصام بتاعه، اللي هو مسألة لو واحد في الصلاة يعني وفي الصف الأول وأخرج ريح يخرج إزاي من الصلاة يعني؟
طيب ما هو ده دلالة على انه كلامه اللي في السؤال الثاني فضفضة بس، مش كلام بيفكر بجد. واحد مكسوف يطلع من الصفوف عشان يطلع يرجع عشان خرج منه ريح، هيتجرأ يروح يقتل اخته؟ طبعا انا بقولش ده تشجيعا، لما بقول بس يا جماعة لما الناس تحب تفضفض تروح لدكتور، تروح لاستشاري نفسي، تروح لحد يفضفض، انما ما يسألش اسئلة مثل هذه الاسئلة. طبعا وارد الشيطان يشجع الانسان والعياذ بالله. واحد فسدت انتقض وضوءه، طب هيعمل ايه في الصفوف؟ عارف من اخر الصف، مش هيجي من النص يعني، من اخر الصف كده ويضع ايده مثلا حياء ان يعكني نزف او حاجه عشان يطلع، فالناس هتوسع لك وانت حد هيمنعك تعدي، معناه دي في حاجه هيعديك، ايه المشكله؟ انما ما كملش صلاه وانا ما يعني وضوئي منقوض. اي نعم. في اخ سائل، اخت امه الله من المغرب بتقول اخويا بنى بيته من مكسب حرام، سؤالها ما حكم ان انا اكون ضيفه عنده وهل تقبل الصلوات في هذا المنزل ام لا، ولو انا انقطعت عن زيارته هل اكون قد قطعت الرحم؟ لا يعني طبعا هو معناه بنى بيته بالكامل 100% من حرام ولا في جزء حلال وجزء حرام؟ هنا السؤال. هي مش موضحه شيخ عصام، يعني هي بتقول بنى بيته يعني بدون تحديد بقى. إذا كان متيقن إن كله حرام، واحد تاجر مخدرات، واحد فاتح شقة دعارة والعياذ بالله، يعني بيع خمور، ما دي بقى من 100% حرام ما فيهاش فيها خلاف، خلاص الأولى إن أنا يعني أود وأصل رحمي دون إن أنا أنتفع بشيء من مالي، الزيارات البسيطة السريعة وخلاص، لكن ما أقطعش رحمي معاه لأني الأصل إن أنا أصل أرحامي. طيب مختلط ماله، خلاص انا نيتي ان انا بنتفع بالحلال، اذا قدم لي حاجه او شيء بيبقى بالجزء المباح وفي اطار الضروره وليس في اطار التوسعه. اي نعم. اخ سائل بيقول انا دفعت فلوس اثناء بيت بناء والدي للبيت يعني في حياته علشان اخد شقه لنفسي للسكن، الان الوالد توفى قبل ما اسكن في هذه الشقه. سؤال الاخ السائل، هل انا عند تقسيم الميراث عندي اولية صفه تفضيليه عن بقيه اخواتي؟ هو دفع المال بنية ايه؟ بنية ان هو ياخد شقة يعني يسكن فيها. ايوه يعني الاب بيبني البيت، دفع بنية ده حق له ولا دين ولا مساعدة منه للاب؟ ايوه يوضح هذا. اذا مساعدة للاب خلاص هدية هبة، اذا لا عشان يبني لي شقة عشان انا هسكن فيها خلاص معروف ان انا يبقى اذا البناء ده بتاعي. معناه في هذه الحالة يقيم اذا مات الاب يقدر ما دفعته مستقلا عن ما دام لسه ما سكنتش بعيدا عن البناء الذي بناه الاب، ده حق بتاعنا. اي نعم. الاخت ام محمد من مصر، محمد اتفضلي. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كنت عايزه اسال الشيخ بس في حاجه، انا كنت تعبانه اليومين اللي فاتوا، صدري تعبني وخدت علاج، نمت عن صلاه القيام الليل وصلاة الفجر، فأعوض إزاي؟ هل صلاة الليل بيبقى تتصلى قضاء؟ قيام الليل تتصلى قضاء ولا إيه؟ كنت عايزة أعرف المعلومة دي. تمام. وساعات بأثر إن أنا مثلا ما أصليهمش مثلا 11 ركعة، أصليهم مثلا ركعتين ثلاثة، وطبعا معهم الشفع والوتر. فكنت بس عايزة أعرف الشيخ يعني رأي حضرته إيه؟ خلاص بإذن الله. شيخ عصام هل شكرا وسلام عليكم. عليكم السلام. هل قيام الليل له قضاء؟ يعني السنن والنوافل بوجه عام من الفقهاء من يجيز أن تقضى، لا مانع من قضائها. فطيب قامت ولحقت صلت ركعتين، الأصل أن تصلي أربعة ثم الوتر يعني. طب مسألة القضاء شيخ عصام، هل ينفع الواحد يعني مثلا أول ما يصحى من النوم يعني يصلي الفجر ويقضي القيام الليل ولا لازم بالليل؟ لا مش شرط، بالليل تاني يوم يبقى قضاء بقى خلاص بيصلي، لما لو فاتته سنن معينة يقضيها في النهار عادي يعني، لكن يكون في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة يعني. أي نعم تمام. في سؤال أخ عصام عن مسألة الطلاق أيضا، السؤال المتكرر دائما يعني. الأخ السائل بيقول إن هو يعني حصل بينه وبين زوجته خلاف، وأثناء الخلاف ده هو تنرفز وحلف عليها بالطلاق يعني، أو يعني مش حلف عليها بالطلاق يعني، قال لها إن أنت طالق. فسؤال الأخ السائل بيقول إن هو سمع حضرتك يعني بتقول إن لو كان في فترة نرفزة يعني فهذا الطلاق لا يقع. فالسؤال الأخ السائل بيقول يعني إزاي يعرف إن النرفزة بتاعته دي خلاص يعني تدخل في مسألة إن الطلاق لا يقع؟
المسألة الغضب أو النرفزة، العلماء قسموا الغضب فيها إلى ثلاثة أقسام أو أنواع. قسم الأول الغضب الذي لا يرى فيه الإنسان أمامه ولا يدرك ما يقول، ولما يهدى أنت طلعتك ما حصلش، طب ده أنت قلت والله ما قلت، ويقسم أنه ما قالش لأنه مش مدرك، مش مستوعب الكلام اللي قاله. ده يعني الفقهاء يعني قالوا لا يقع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني الغضب الشديد الذي يغلق على الإنسان تفكيره وإرادته. الحالة الثانية هو الطلاق الذي يطلق فيه الإنسان ولكن يكون فيه غضب، ولكن مدرك تماما لما يقول، مصر على ما قال بعد ما يهدى، يبقى برضو لك لا أنا مطلق، مش بقى النرفزة اللي هي خرجته عن شره ولا شيء، لا ده مركز وعارف، ولكن الغضب اللي يتحكم فيه الإنسان في نفسه ويدرك قراره ويعزم عليه ويصر، وأرضى يقع. النوع الثالث ده اللي فيه خلاف، اللي هو ده غالب حالات طلاق الناس بالغضب. هو غضبان لكن مش لدرجة انه مش شايف ولا داري، ولا لدرجة انه هو متحكم تماما، لكن يغضب لدرجة انه هو بعد ما يهدى يندم على اللي عمله ويجدى قراره. هذا خلاف بين الفقهاء، بين من يراه يقع ومن لا يقع. ويعني الإمام ابن القيم رجح انه لا يقع، وكتب في ذلك رسالة بعنوان إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ومال إلى أنه لا يقع، ومال إلى ذلك أيضا من علمائنا المعاصرين شيخنا الشيخ القرضاوي رحمه الله. أي نعم. أخت سائلة أم أحمد من أمريكا بتقول بالنسبة للعزاء، هل صحيح أن العزاء يكون عند المقبرة فقط، وأن العزاء عند البيت الميت بدعة؟ يعني مسألة أن العزاء في المقبرة والعزاء، في ناس تذهب إلى ذلك، لكن لا أرى أنه بدعة. يعني أنا حقيقة مسألة تبديع، الأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لأن المدينة أصلا محدودة، فكانت الناس بتعزي في الشارع، ومكان ما تقابلوا يتعزوه أو يقابلوه في المسجد. طبيعي المدينة كلها هي فيها مسجد واحد ومنطقة محدودة، هذه أولها وهذه آخرها، فبعض الناس بيحكم ويقيس على ده على اتساع الدنيا. الآن الدنيا اختلفت. النهاردة يا جماعة اللي عنده ميت هتقابله فين؟ في الشارع. يعني انت في عربيتك وفي عربيته مثلا، بتقابله في اي مسجد، المنطقه فيها اكتر من مسجد، واذا في ناس بتروح مسجد لا في بروح مسجد الثاني، معناه مش هيعزيه الخمسه سته. طب لو قاعد في بيته او قاعد في دار مناسبات، كل دي هذه اشياء ترتيبيه. ما دام العزاء في اوقات العزاء المشروعه وبالعزاء المشروع، لا ارى فيه اي شيء، يعني لا ابتداء ولا غيره، في المسجد، في الشارع، في البيت، في دار مناسبات، ما دام لا يشتمل على ما حرمه الله فلا شيء في ذلك. أخ سائل بيقول هل الندم والتوبة تمحو الكبائر والذنوب؟ لأن أنا عندما كنت صغير ارتكبت الكثير من الكبائر ولم يكن عقلي يعني مدرك هذا الأمر، والآن أنا أتوب من الموضوع، لكن يعني يتأكد هل التوبة والندم فعلا تمحو الكبائر؟ نعم، التوبة والندم، هو الندم في حد ذاته توبة، كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الحديث صحيح. طيب من الكبائر، طبعا ما دام الكبائر تتعلق بحق الله، انما ما يتعلق بحقوق العباد لابد من التوبه الى الله ومن رد الحقوق لاهلها. اي نعم. في اخ سائل بيقول ان هو عنده حساب جاري في احد البنوك يعني الربويه، فهو بيقول وضع فيه مبلغ من المال علشان يطلع كارت اللي هو الديبت يعني الكارت البنك، ولكن هذا المبلغ بيقول ان هو ما بياخدش منه اي فوائد ولا شيء، لكن يعني بقى له اكتر من سنتين في الحساب في البنك. سؤاله بقى، هل ترك المال في البنك بهذه الصوره حرام؟ وحطه عشان ضمان ولا عشان ايه؟ يعني حطه عشان يطلع بيه كارت اللي هو المشتريات مثلا او كده اللي بالديبت. يعني البنك ده ربوي ولا ايه بالظبط؟ ربوي. نعم. لا هو بس عامله عشان بطاقه الائتمان وبينفق منها وما بياخدش بربا. اي نعم. يعني اشبه بحساب جاري. اي نعم. ولا بياخد عليه فوائد؟ لا يعني يبدو هو بيقول انه ما ياخدش فوائد، فيبدو فعلا حساب جاري يعني. خلاص لا مانع من ذلك شرعا. اي نعم. تمام يا شيخ عصام. الاخ سائل او اخت عفوا سائله بتسال في مساله الـ يعني الميراث ايضا، بتقول ان والدها توفى من حوالي 20 سنه
وإن حتى الآن يعني رغم مرور 20 سنة لم يتم تقسيم الميراث بسبب إن البيت اللي هو بيت العيلة يعني ساكن فيه إخواتها البنات الأولاد عفوا وصعب التقسيم أو يعني لم يتطرقوا لمسألة التقسيم. سؤال الأخت السائلة، هل عليها ذنب لو هي أصرت على هذا الأمر حتى لو الأمر وصل إلى المحكمة؟ لا، ليس عليها أي ذنب، بل من عليه الذنب من أخر القسمة إلى الآن، لأن إذا مات الشخص لابد من إجراء هذه الأمور. واحد، تغسيله وتكفينه. اثنين، بعد الصلاة عليه أفعال الجنازة، الغسل، الكفن، الصلاة عليه، الدفن. اثنين، تسديد الديون. ثلاثة، إنفاذ الوصايا اللي وصاها. أربعة، تقسيم التركة. أي تأخير لحاجة من دول لا تجوز شرعا. ليه 20 سنة؟ ليه شهر، 2، 3، 10 إذا الأمر في الإمكان؟ إنما إبقاء المال هذا لا يجوز شرعا، هذا إثم شرعا. طيب كلمتهم مش راضيين، ناس وتوسطوا مش راضيين، لجأت المحاكم، لا حرج عليها شرعا، مش مخطئة. أي نعم، مسألة التوزيع ده شيق عصام، يعني مين المسؤول عن توزيع الميراث لما الميت يموت؟ يعني هل مثلا يعني دخلوا أحد المشايخ ولا أكبر العيلة ولا إيه اللي ممكن يعملوا الناس في مسألة التوزيع دي؟ لا، الأصل في ذلك أن يذهبوا فيه في كل بلد ناس بتقسم. طيب، أو أن يذهبوا للمحكمة اللي هو إعلام الوراثة. إعلام وراثة، مات فلان وساب ورثة كيت كيت. المحاكم مش شغالة بالشرع في المواريث يعني. يا إما ناس أهل عرف في وسطنا وبنكتب ده كله، كل واحد استلم حصته ونوثق ده، يا إما إعلام وراثة في المحكمة وكل واحد ياخد حق. أي نعم. سؤال الأخ السائل عن موضوع الصدقة الجارية، بيقول إن هو معاه مبلغ من المال وعايز يحطه يعني صدقة جارية في أحد المساجد، لكن هو ملاحظ إن هذا المسجد يعني بيقول إن هو فيه زخرفة يعني واهتمام بالكماليات. سؤال الأخ السائل، هل لو وضع المال في هذا المسجد ياخد ثواب ولا فيه مشكلة؟ لا، إذا وضع مالا لصدقة حتى المسجد فيه زخرفة أو كذا، يشترط إذا كان حابب يحدد الصدقة بتاعته في أي سياق في أي اتجاه، أو مش مرتاح في أي مسجد آخر. أصل الصدقة يا جماعة مش معناها لازم المسجد الفلاني أو الجامع اللي جنبك أو اللي مش عارف. لا، الأصل في الصدقات أن تصل لمستحقها، أن تضع الصدقة في يد من يستحق، رجل كان من امرأة، كيانا معنويا أو ماديا. لازم تعرف أنت بتحط الصدقة فين ويمين تديها لمين. إنما شاكك اللي خليك تدخل في دائرة الشك وتبقى كل شوية الشيطان يوسوس لك، الصدقة ضيعة، الصدقة كذا. لا، طب أخطأ ووضعها في مكان لا يستحق، ربنا يتقبل وأجره عند الله. والحديث الصحيح في صحيح البخاري أن رجلا من بني إسرائيل خرج في يوم بصدقته فوضعها في يد بغي، فأصبح تقال والكلم وضعها في يد بغي، تاني يوم خرج تاني بالصدقة فوضعها في يد لص حرام برضو كلموا عليه، ثالث يوم خرج بالصدق فوضعها في يد غني، قال يضعها في يد غني. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا إني الأجر يصل، قال أما البغي فلعله أن تتعفف بالمال، وأما اللص فلعله أن يتوب، وأما الغني فلعله أن يتعظ فيتصدق، دلالة على القبول من الله. فالأصل الإنسان يبحث عن المكان المناسب للصدقة، إذا أخطأ وضعها في يد من لا يستحق سقطت عنه والأجر وقع عليه عند الله عز وجل. أي نعم. لسه تقريبا دقيقة شيخ عصام من وقت الحلقة، يعني لو في تعليق في نهاية الحلقة إن شاء الله. التعليق أني زي ما احنا شايفين أسئلة المواريث وتأخير المواريث والخلاف على المواريث، والناس يا أخوانا لابد البيوت اللي بتشترك فيها الابن مع الأباء لازم الناس تبقى عارفة نواياها واضحة. أنا بشارك مع والدي في بيت بنية ايه؟ ابقى واضح، دين ولا هبة ولا بيبني لي شقة فيها بتاعتي؟ طب انا هالي وسكنت، جم مات اخواني سألوني، لا حقك مش حقك، لازم الامور دي اخوانا حتى لو مع الاباء، مدام فيك لك اخوة سيأتي الخلاف فيما بعد، فلازم نقطع الخلاف بوضوح النوايا ووضوح بنود الاتفاق والعقود، هذا ما ننصح به. اي نعم، جزاك الله خيرا. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة، والشكر طبعا موصول لحضراتكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.